انطلقت فعاليات أول معرض للأعمال الفنية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تحتضنه مملكة البحرين. أكيد سهير، هذا المعرض يقام برعاية كريمة من معالي الشيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون، ويأتي بالتعاون أيضا مع دار الفن. حدث كبير على مستوى المنطقة يشكل فرصا للفنانين المحليين لتبادل الخبرات والتعاون مع فنانين عالميين. NFT مينا اكزيبت 2022 هو أول معرض للأعمال الفنية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال NFT في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أتوجه بالشكر لجلالة الملك وسمو العهد على دعمهم المستمر لكل الفعاليات الفنية والثقافية في البحرين، وتأتي هذه الفعالية لتكملة الفعاليات الأخرى التي تقام في أرض البحرين الحبيبة. هذا المعرض طبعا من المعارض الفريدة التي تقام، وأنا سعيد بالتواجد بها اليوم، وطبعا شيء جديد علي أنا شخصيا، لأن هذه التكنولوجيا جديدة وعالم آخر، يعني عالم جديد. وأنا سعيد أن أشوف الشباب يعني عندهم الحس والمعرفة، معرفة كبيرة في هذا خلينا نقول التكنولوجيا الجديدة، والمشاركين عدد كبير واللي يريدون يشاركون عدد أكبر بعد. يتضمن المعرض والمؤتمر تنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول جملة من القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا والفن، وعلى وجه التحديد الـ NFT، ومن بينها موضوعات التطور التكنولوجي والاستعداد للمستقبل. سوينا احنا هالمعرض علشان نشرح حق الناس استخدامات الـ NFT وشلون يستخدمون الـ NFT. سوينا في المعرض أمور كثيرة، مو مثل أي معرض اللي تدخلين تشوفين ناس يعرضون منتجات ولا شيء، لا، تدخلين تتعلمين شلون او شنو الـ NFT، نعلمك شلون تسوين الـ NFT مالك الاولي، خليك تدخلين تصورين وجهك تقلبينه كامل كـ NFT في تلفونك. هذه يشيل الخوف اللي في الناس اللي يخليهم ما يقدمون على اي شيء جديد ويرفضونه، بالعكس حتى لو شيء انت ما تحبه تعلمه، وبعدين على الاقل قول ما ابي بفهم بوعي. فاليوم احنا حتى الافتتاح اللي سويناه ما سويناه على ارض الواقع، سويناه في العالم الافتراضي في الميتافيرس. جديد مشاركتنا اليوم في المعرض الـ NFT اللي يعتبر يعني فريد من نوعه، واعتقد يعني اول مره في الشرق الاوسط، وهذا شيء طبعا احنا يعني شيء نشرف به انه صار في البحرين، واحنا نعتقد هذا الشيء راح يكون تشجيع حق رواد الاعمال وحتى الفنانين ان راح يشاركون ان شاء الله مستقبلا في هذه المشاريع، بحيث انه راح يكون فيه توثيق الكتروني لاعمالهم. احتضان مملكة البحرين لمعرض بهذا المستوى يضعه على خارطة التقدم التكنولوجي وفي صدارة الدول المتقدمة بالمجال الرقمي، مما يرفع من مساهمة صناعة الفن والثقافة في الاقتصاد الوطني. معرض NFT مينا اكزيبت 2022 يوفر منصة مواتية للفنانين ولأصحاب المعارض الفنية والشركات ولرواد الأعمال الشباب للتعرف عن كثب على تطبيقات تقنية الرموز الغير القابلة للاستبدال NFT في إنتاج وتداول الأعمال الفنية. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.